ما ادري شو بلا صلاح معاهم. Good morning. بلاك وياهم بلاك وياهم. شو بلا دوارك؟ شو بلا؟ شوف شوف شو يبغي؟ شو يريد؟ أكل بابا فطور. ديهم تريق ولا لا؟ لا شوية شوية لا تا ساعة أنت فوق ساعة. شو بلاك صلاح؟ هو بقل. هذا بقل؟ عيب حبيبي ما يقولون بقل رجال هذا ما يقولون عنه. تهديد تهديد بيفنس بيعطيك المفتاح. أنا أبي هدية وما يشيل. كان أبوي تريق أكثر من ربع ساعة أو نص ساعة. وصلاح عنده الله يحفظكم جيم هب جيم عنده مال شو اسمه مال تمرين وتأخر عليه وشل الدنيا فوق راسه هدية أنا ما أريد تضح شو أنه حتى إذا أنك أنت بتتأخر علي بتعطيني هدية الهدية أنا ما أريدها فسوى هزعل وحي الظهر خاري يعني صلاح ما كان بهالطريقة في السنين الأولية فاللي بغيت أفهمكم أن الاهتمام في ذوي الاحتياجات أو ذوي الهمم هذا شيء وايد جميل تخليه يحس بشخصيته صلاح الأول الحاسية الموجودة حالياً الحاسية الموجودة حاليا عنده 180 درجة أخير عن الأول الأول في الكلام حتى في المخاطبة إذا يخاطبك تتكلم وياه يمكن تفهم العشر كلمات كلمة حاليا من تم ويانا 24 ساعة ضحك وسوالف ويسير ويسافر يعني انطلق لسانه فأي إنسان أو أي عائلة عندها شخص ذكر كان أم أنثى من ذوي الاحتياجات أو ذوي الهمم يعني من المفروض أهم شيء أنه يدمج في الأسرة يدمج دمج يتشاور ينخذ رايه يجدم يأخر يامر وقت تسليم الرواتب أنا وقت تسليم الرواتب أعطيه البيزات وأخليه يوزع على العمالة المساعدة عنده في البيت من بشاكير ومن خدامات من دريولية هو اللي يعطيهم ويروح حتى يعطي الهلال الأحمر الصدقة ويروح يعني كل أمور يروح يشتري خبز الأول هذا ما كان يسوي أبدا كنا نحن متوعين أنه ما يعرف فيوم أعطيناه الأمان سبحان الله يعني طلع يعرف كل شيء بالتلقائي شوي ولا حتى يروم ياخذ بيزه من بوكه فهذه رساله صباحيه لكل انسان عند حد من هالنوعيه ريال ولا اعتبر هذا باب من ابواب الرحمه باب من ابواب الجنه الله فاتح لي اياه في بيته هذا بركه الله سبحانه وتعالى اللي يشهد علي كم انا سعيد من وقت ما شفته يتطور ويغدي ايجابي هذه المعاملة اللي أنا أعاملها صلاح ها مش أنا وروحي حياة أمي حياة أبوي خواتي كلهن أخواني كلنا هالبيتي عيالنا عيال أخواني كلهم يعاملونه كإنسان يعني ما يملك من الشيء الناقص المطير به الدبابة على يناحة فلذلك اكتسب القوة ويروح الجراجات روحه فسبحان الله رب العالمين الله يأجركم على مبتلاكم ويصبركم ويحافظ إن شاء الله كل عزيز وغالي لديكم Good morning صباح النور قول صباح الخير صباح الخير لا صباح الخير صباح الخير صاد صباح لا صباح الخير صباح الخير لا انت ما تقول صباح تقول صباح الخير لا صباح الخير صباح زين السلام عليكم السلام عليكم يا رجال خف علينا ما ينزلوا يا
قد مارنك صلوحة؟ ما شاء الله. هاي ابوي زمزمية اليوم، ليلة اليوم هاي جولدن. الحمد لله الله رحم العرب. من يطيح دلة جديدة، ما تطيح دلة جديدة، ترابعة وبيهلب الفنايل خدموا لها ابوي بعد فنايل جداد. يعني على ما تطيح شركات الفنادق الفنادق انا ابوي اسمع صقع الصلاة. من تربع الدل شركة الدلال وتخدم ابوي دلة ولون جديد، نشت ابوي شركة الفنايل وخدمة ابوي شيء رنق يوالم هالرنق. يعني اسبي غادي كل جوري. يلا زين صليح جود مورنينج. هاو ار يو؟ لا خلاص. اي جود مورنينج. هاو ار يو؟ تمام. كل شيء زين؟ اي اي الامور طيبة؟ تمام. ما شيء اخبار، ما شيء علم، مني منك؟ ماشي. ما حد ياكم، ما حد لفت دياركم؟ لا. ولا سرتوا اي مكان؟ لا. مرتاح؟ ما قاعد. ها؟ هو ما جه حركات. ما شيء حركات؟ ما سويت حركات من زمان انت؟ ايه. شو ها؟ بس. شو؟ ما يحتاج، ما يحتاج. ما في النار بارد، ما في النار بارد. هذا ريو، هذا ريوقي انا. خلاص انت شربت قهويته؟ ايه. شربت عصير؟ خلاص. وهذا ابوي ريوقنا. محله زايد. ولوبيا وخبز مال المغرب. هذا المخادمين ترى حاطينه على الانستغرام. ها داخل ما شيء ترى عيين في شارات قرص الخمير وهم بخمير مخدوم مخلوط ببر وسميد. وهذا عاد قوم الجام والعسل وما ادري شو. خيرات الله وزمزمية الحليب الحمد لله. يا رب يدي تاكلني شيء هناك اريد اصوره. وقايلين يا ويلك نصور ابوكم يا جايلنا شيء طول. لك اللي جايبينا قالوا ابوي نحن دخيل والديك ما نباك تصور ولا تضري. والله يا ابوكم لنا شيء بالعظمه وشيء جميل وفن. ويدي تاكلني اني اريد اصور وقايلين لي عليك رجة الحيين والميتين لانك ما تصوره ولا تطري. من وين جايلنك ولا شو هو ولا شو علم ولا شو اخبره. لكن يزهم الله خير. صلاح قلت لهم شكرا. كم السلام همتي هاي من وين؟ بيت مبارك. هي ابو سعيد مشكورين يا ابو سعيد مشكورين. بابا يا سلام. ها هل بيحتاج نسوي مشويات حقي انا اليوم؟ زين وسوي حق ام محمد البسار. انت بسار الا طلعتني بعين نقمه. يلا هي بياحة وانا بياحة وسوي بسار انت. زين اوكي سوي بسار. زين اوكي يلا شكرا. شكرا جزيلا. عليك انا اسوي لحم مشوي هذا الحين كذا. هذا الله يحفظكم. البارحه انا قال لي اظهر لنا لحم تحوار. اظهر لنا لحم تحوار وسوها مشوي. ونسيت الحين عاد يوم خبرت قال ابوي ترى كنت قايل لي سوى لحم تحوار. خلاص بيقولنا عيال السمك المشوي الباكر لا نحطه في الفريزر لا نحط في البراد. يوم بي سمك طري فريش من صاحب صديق حد يطرش لكم شيء فريش وتبون استعمال بكره ولا ورا بكره لين يومين ما يحتاج يتفرزن ينكشف ويتخلى كشف ويدخل في البراد ما في الفريزر في البراد وما يتلحف. لا وين تلحف يخلي يتخلى وجهه شويه ملايم يغدي تن غدي كنه توه مظهور من البحر. نعم اذا انك تخليه في البراد لمده يوم ولا يومين ما زاد عن اليومين لا. ماكل بحوار انت حوار باع وباع 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 اخ عليك انا حي. هذا حين زادك تحيس يديك شرق وغرب اليوم حق اشوف الساعه. نسيت يا صلاح ملبوس العافيه ملبوس العافيه يا ولد احمد. ما شاء الله ما شاء الله من الصبح يدفرني
ويدفرني ويدفر على اساس اني انتبه ما انتبهت. هاي الساعة الله يحفظكم لي يا ابنها هدية الحساني البارحة سليمان. مشكور يا سليمان مشكور. من الصبح هاي يدحرني ويدحرني ويدحرني وانا ابدا عمك اصمخ. هذا الله يسلمكم حرمة. عليكم السلام. كلكم فصلاح يدحرني الدحير ها ها على اساس الساعة. هذا الله يسلمكم حرمة في الزمان اللي خطف يا سبيل الحرمات. ولابس حيولي داد لابس حيولي داد وما حد قالها ملبوس العافية ولا حد قالها عليك بالعافية ولا حد قالها كم الخبر. شو سوت؟ حسرت ابوي عن درعانها وتظهر الحيول تظهر الحيول وتهز يديها يا مهرة يا مهرة هدي العيل على امه يا مهرة هدي العيل على امه. شاف انها عاد البنات تيهيلين الحيول تيهيلين بارك لها. عيست وانا ادحر في يدي وامي وامي وادحر وامي ولا حد ممكن عبرني. ما يابكن الا يوم زعقت على مهرة. وهذا حين صلاح وسالفة صلاح وساعة الحساني. تباركت يا صلاح تباركت. انزين منو مصبح جايين الله يحفظكم؟ شقيقي خلف بن احمد بن عبد الله الخالدي. شقيقي خلف كيف الحال؟ الله يحييك يا شيخ. يا مرحبا يا مرحبا ابو راشد. صلاح منو هذا؟ خلف. خلف اخوك سيم ما سيم بابا ولا روحه؟ وي وين انت؟ لا انا صاحي انت بالك ما تحاكي. يعني اخوك من امك ابوك ولا بس بابا ام ابوك؟ سيم ابوك. هي ولا واحد ام وحده وابو واحد. بارك الله. تحب انت خلف؟ وايد لا شويه؟ زين زين. السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا والله بالأخ خالد الله يحفظك يبارك فيك. متابعك من القصيم حنا نسميه مرقوق وبرضه عيب يحط عليه دجاج على قولتكم ياي ولكن نحط حنا كوس وقرع بيديان على قولتكم نسميه حنا بيديجان ما نحط البيديجان ونفس الفكرة. وتعال خبرينك جايين تزور شارع القصيم تعال نذوق المرقوق والقرصان والمطازيز كلهم تقريبا شكل واحد. يا علمك طويل عيوني تيك عيوني علي رفجة نيت القصيم اني ليك ان شاء الله اذا الله جعل في العمر بده. وين 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 مول مول شي بتيب اخي الله يحفظك يا ولد بابا 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 يلا عرفت يقول لي يقول له سر انت هو بيدق تليفون حق الباب حق ينفتح. صلاح مخزن في تليفونه ما في تليفون فتح الباب. انت ما شي مشكله؟ لا اي فلوس ما شي فلوس ما شي ليش بابا بابا باب رقم ما في رغم الباب ما عندك؟ لا إيه ستر عنده زي صلاح أقوله وين سايرين توحينا؟ مو يبي خلاص هاي شوف هاي زهور سحور؟ زهاي زهاي ظهر ظهر زي الله يحفظك سهل سهل زي ما نسيت وين بسيروا بعد؟ دبي بابا بسيروا دبي؟ اليوم؟ نريد نروح للعلامة. لا 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 حبيبي لا تسير صبر يبي تقول لك ماما روح ما عليك. يلا يعني يحفظكم احد المتابعات اللي تابعن ما ادري هل انها من الامارات او من خارج الامارات الله اعلم بها يا غير تقوله ان ولدها عمره 8 أو 9 سنين تقول الاول تعبت وياه في تربيته مثل ما تقرون وانها يوم اكتشفت ان البشكاره تضربه في غيابها سفرته وحين تقول كل ما ودي بقعة حد من العرب يسلم عليه هو من عوايد الولد يبادر بالسلام والتحية. هم جي من الله خلق من الله قلبهم في رحمة فلذلك يبادرون بالتحية لكل من يشوفونه. تقول حد من الناس يسلم عليه وحد من الناس يجز عنه فتقول لي اللي يجز عنه هذا أنا سنه شيء مؤلم أني أشوف ولدي بيسلم وحد ما يطيع يسلم عليه. انت مع احترامي لك على الله يحفظك انت وامثالك كيف تبين الاجر؟ تبين الاجر الالفاظي؟ لازم الاجر
الأجر ما يجي مني والطريق، الأجرين من بعد صبر، من بعد شقة. كيف تأجرين أنت الجنة؟ كيف بتحصلين الخير وأنت تبين كل شيء بدون تعب بدون كلافة؟ لازم بتقزرين وقت وياه، بتتحملين المشاق والكلام الجارح والكلام اللي ما بعدل، هذا كله بتحملينه. كيف بتحصلين أجر بدون تعب؟ يعني الآدمي لازم يبذل مجهود. من المجهود اللي انت حابة تبذلينه؟ اللي هو الكلام الجارح، الكلام المؤلم. إذا استحملتي رب العالمين بياجرك. إذا نبحتيهن كيف ما تسلمون على ولدي؟ صار أنت الأجر. هذا أجر ما شيء. أجر ما بتحصلين أجر. أنت بتنبحينهن ما بتحصلين أجر. بتسكتين، بخلي وكلك على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيسر الأمور وبياجرك، وإن شاء الله إن رب العالمين بتتعدل أوضاع الولد يوم من بعد يوم، حتى هو بثمان تسع سنين، وإن شاء الله كل من كبر. صلاح النمونة الأول متكلف، ويوم كبر وهو يكبر وهو يكبر وهو يكبر ما شاء الله نضج نضج وغدا فاهم، حتى العرس بيعرس زي غنا قلنا لها تحمل. اليوم مليون بالهي، اليوم مليون بالهي. خالد خالدي يا خالد خالدي تمييزك. بكم ندور المفتاح، تدرون متى؟ من ساعة متلبس وداز بالحيل كله ومتروح متدخل وياسين بوين دور مفتاح سيارتي ما أدري به وين. الله شله من مساء ما خلينا مكان ندور، وعندي موعد الساعة 12:30 في وضبي داخل. يعني من الساعة ونحن ندور المفتاح ولا بعارفين مفتاح مين. ها وين؟ يبي المفتاح. يا الله ابو ثرنا ابو ناسين مفتاح من الباحة في السيارة، ونحن ما خلينا مكان الدواء. الله اكبر وعظة. نصديت يمين ولنها مهرجانات، ونصديت يسار ولنها انشور، ونصديت قدام ولنها اعلام واحتفالات وليتات. ما شاء الله ابو ظبي غادية تبارك الرحمن، كتلة مشعة، وين ما تصد كلها مناسبات، افراح، مهرجانات، مؤتمرات، كل شيء عالمي تلقطه موجود فيه. في جنتية العاصمة كل شيء عالمي موجود، هي جنتية دولة الإمارات. شو السبب؟ لأن الإمارات من أكثر البلد أمن، أكثر بلدان العالم أمنا واستقرارا وأمان ورقي، فلذلك تلقط العالم كلها أتي، ما شيء تفرقة بين مواطن وأجنبي، كلها العالم. كل هالعالم ما شاء الله تبارك الرحمن واحد، ما شيء هذا جنسيته ولا عرقه ولا مذهبه ولا جاي من البلاد الفلاني ولا العلاني، لا، ناس كلها واحد. فلذلك رب العالمين جعل القبول. اي انت تشوف أغلبية مستثمرين العالم كلها تي دولة الإمارات، تي دولة الإمارات لأجل الرفاهية والعز والتقدير من هالدار وحكامها، من حكومة ومحكومين، كلهم يعاملون الناس اللي جايين الدار هذه لجل العيش أو لجل كسب الرزق، حالهم حال عيالهم، ما في فرق، ما شيء عنصرية نحن عندنا في دولة الإمارات، ما شيء هذا أصل فلان ولا خوالة فلانيين ولا جاي من شرق ولا جاي من غرب. اللهم لك الحمد. أسب شيء تلقط الإمارات بلد جذب المستثمر. جلبت الكاميرا قلت بصور لكم، حد يسر يقول ان هذا هالمنظر في الامارات؟ حد يسر يقول هالمنظر في الامارات؟ ما حد يسر. شو السبب؟ ان ما شيء نهر، ما شيء عوامل تخلي الشيء هذا يستوي. هنخيل عواض النخيل هذا تشوفونه كيف تستوي؟ من الهواء؟ ما تستوي من الهواء، تبالها نخيل، تبالها امطار،
وتبالها وديان وتبالها شيء تول عسبنها تعيش وتقاوم. لكن في الإمارات كل شيء يستوي. الإمارات بلد المعجزات، كل شيء مستحيل يستوي. طالعون خيلة عواوين يا غير تحرع عمرك في البصرة، شط الفرات، شط الفرات باليمين وشط دجلة باليسار، ولا ما بغاد يهنمونه. لكن هذا التحرع المستوي من الفراغ جاي من عقب نطة وانطيطة وتعب تعب تعب تعبت العرب عليه، كله استوى بإصرار وعزيمة من ولاة الأمر. هذا الشيء اللي نحن عايشين فيه ما استوى من فراغ، وتكاتفت الأيدي فطلعت البلاد بهالشكل، طلعت البلاد بهالأسلوب. فنزرع في 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 عشق الزراعة وعشق النظافة والترتيب في هالبلاد. فلذلك ظهرت البلاد الحين تدور قرطاسة طايحة تدور ما تلقط، قرطاسة طايحة تدور ما تلقط، مستحيل تلقط قرطاسة طايحة ولا حطبة ولا حصاة. لو يربع وراك كلب ما لقط ابوي حصاها تفر الكلب بها، ما مستحيل ما بتلقط. بتسألوني وين جاي؟ جاي انا ابوي هالمبنى، هذا المبنى، بصك حين لين شب السما هناك الروف، عندي شغيل برد عربنا نسوي وياكم خلاص. السلام عليكم، كيف حالك؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 1 الحمد لله. شو اخبار؟ وين بلاد ملوك؟ ما شاء الله. بشاور؟ وجرات ما شاء الله، بارك الله فيك. يلا بنار وسعاده خلاف. ايوه يلا يحفظكم هالمكان. بعد شيء خبر لو علم بنار وسعاده خلاف. هذا كرنيشك انت يا ابو ظبي، هذا كرنيشك انت يا ابو ظبي، وهذه هي العاصمه. مرتب ابوي بباركناتها بعلمها بخبرها بترتيبها، يعني شو بقولكم؟ الأول الدوار هذا أحيده خضر رقم واحد، الحين أشوفه مبحلق، أعتقد إنه بيحصل عليه حاصل، ما يندرى شو بيستوي. هذا الشريان من شرايين مدينة أبو ظبي العاصمة، هذا من الشوارع الرئيسية اللي مرة منها من تدق سيارك ويسلف من هالمكان تمشي سيد لا يمين ولا يسار، هاي وديك سيد العيد، توصل الى المفرق يمين غويفات يسار دبي وباقي الامارات، يعني ما بظلاله ابو ظبي مخططه ومرتبه. شفتوا نيويورك ترتيب مخطط شوارع نيويورك؟ والله العظيم ما امزح وياكم، نفس ترتيب نيويورك، ما بظلاله، ما شيء مشوطر وشيء محيس وشيء شرق وشيء غرب، لا. سلام عليك هلال بن محمد، هلال بن محمد نو خداي يدام في البناية. شيء محيس وشيء شرق وشيء غرب، لا كل مرتب مربعات. يلا قولوا آمين يعلم من خططها ونفذ وسوى هالدنيا كلها. الجنة الباردة، يا مال الجنة الباردة يا أبو خليفة، هو لي أبوي سوى التخطيطات والرسم هذا اللي تشوفونه، وهالبقع كلها أبوي من تخطيطه، يا مال الجنة الباردة. يلا الله يغفر له، يغفر للمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات. قمت بزيارة يوسف ولد محمد رسول، تعال يا عاد، تعال يا سلام عليك. مرحبا أبو محمد، كيف حالك أبوي؟ خدت ويا جولة في هالمكان الفنان، وفي يعني عنده شيء لا صار ولا استوى، وإن شاء الله في القريب العاجل بتستوي زيارات خاصة وعامة بتفيد بنفعها بيعم على كل زوار دولة الإمارات إن شاء الله، من داخل الدولة ومن خارجها. بنرويكم كل شيء مجتهد فيه إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. الأخ
يوسف محمد رسول يعني الله يحفظه، كل شيء اجتهاداته وابداعاته طول هالسنين بنظهرها، الناس كلها تعرفه غير في حد من العرب، انا اريد اظهره للناس اللي ما تعرف. جزاك الله خير، اكيد نحن محتاجين متابعينك يا ابو محمد وما نيوز عنك، وانا بعد ما اصبر عنكم. بارك الله فيك. هذا الشيء اللي تشوفونه هذا خلاص كله بنظهر لكم، متى استوى وفي وين وترتيب منه وشو، هذا كله اللي تشوفونه، كل هالواجهات هاي كلها واجهات شغل منفذ في جميع انحاء العالم، وتصنيع يتم في يعني وايد امور خلاف بتعرفونها حينه بما معناه تول هو بادي. يلا محمد انت وين ودني؟ انا بوديك واحده من الشركات اللي نحن نمثلها. نعم، لكن ان شاء الله يعني ما نبغي نحرق على متابعينك. لا لا لكن ان شاء الله هذا المكان، يعني هذا المكان عاد خالد الله يطول لك. لا نحن ما بنسوي لحين هذا، نحن انت جاي على اساس انك عاز مني. نعم، وبتعطيني نعم. شيء من هالحفيز العود ولا ان شاء الله المال مالك والحلال حلال تابعينك. الله يحفظك ابو محمد. نحن الحين في مكان حلو اللي هو لادرخ شوكولا سويسرية، لكن الديكور الخارجي شرق أوسطي أنا أشوفه. هذا ديكور السوق المركزي الله يطول عمرك، وهو نحن ملتزمين بالديكور الخارجي اللي هو وضع من قبل إدارة السوق. يعني أنتم ما ترمون تحطون أي إضافة؟ لا، أما بقية أفرعنا هو تختلف يعني الواجهة الخارجية. السلام عليكم، كيف الحال شباب؟ أنا رقم واحد، أنت كويس؟ شو اسمك انت؟ والنعم والنعم. كيف الحال شباب؟ هذا ابو المحل اللي نحن جايين، كان خلاف عاد برنامج صغير اليوم عن المواضيع اللي بتشوفونها كلها حتى ما ينظهر من هالدكان. في سنغافوره في كوريا الحين الترتيب هاللي انا اشوفه موجود في جميع انحاء العالم. صحيح، الادرخ اليوم موجود في 80 بوتيك حول العالم. نعم خالد، وخص بالذكر يعني دول الخليج وسويسرا وألمانيا كوريا، وحين إن شاء الله عن قريب بيكون في ريجنت في لندن، ريجنت ستريت في لندن، بيكون في نيويورك. هاي تبعكم أنتو؟ لا لا لا، نحن في دولة الإمارات إن شاء الله، وحاليا نفتح في السعودية وفي عمان. أيوة عن قريب في لندن. عمان في وين؟ في مسقط؟ بتكون 3 أفرع إن شاء الله في مسقط. نعم ما شاء الله، أقولكم إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين أنا بي يي خاصة بي لسؤية هل بالمعمل وهل بالحلو ليش شغلهم على ما تشوفون إن شاء الله. هذا كله بنسوي له ترتيب بطريقتي أنا، طريقة خالد الخالدي، كيف طريقة العرض، منو اللي يرتب هالأشياء وشو تصنيع الشوكولات مالهم وطريقته وكيف ومتى وشو العائلة وشو طريقة الخام مالهم، شو اللي يفرق بين الشوكولات اللي عند المكان هذا والأماكن الثانية. إن شاء الله هذا كله بنسوي له حلقة معينة بنجلس ويا ناس مختصين ونخبركم عن كل ما يخطر في بالكم. ما يحتاج غادة السلام عليكم. يا تصورت زي سمعيني أقول بقوم زيارة للمحل إن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل. أنت بتكوني موجودة وياي، بنشرح بنسولف بنرمس بنعلم الناس عن كل منتجكم متى وين وكيف يعني عن كل كبيرة وصغيرة. أكيد إن شاء الله تكوني أنت موجودة. أكيد إيه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ابو محمد. نعم زين، السوق هاي اللي احنا نشوفه هذا هالتحفه المعماريه، نعم شو هذا حينه؟ هذا السوق العالمي لابو ظبي يسموه WTC. اها، السوق الاولي اللي في ابو ظبي نسميه السوق القديم والسوق الجديد. إيه؟ هذا السوق الجديد، هذا الجديد. واذا بنلف خالد الابيض، اي واذا بنلف نعم هذاك الصوب الثاني السوق القديم. نعم بينهن شارع حمدان. نعم. حاليا هذاك ايوه بينهم شارع حمدان. نعم. حاليا هذاك يسمونه المول. نعم. واللي نحن فيه البقعه هاي يسمونها السوق.
ايوه هذا نحن الاول يوم كنا صغار نسمي السوق الجديد. أيوة. واحد ابيض واحد نعم. بيج نعم. وبينهن نعم. جسر مال المشاه نعم صح نعم اللي يسقى وهذاك السوق الجديد محترق حتى فتره. زين وحين هذا شو داخل انا ما تديت تدري مول طال عمرك. إيه. هنا محلات شعبيه تبيع اشياء السوفينير للسياح من سياح مطاعم سوبر ماركت والصوب الثاني معمول على طريقه المول. يا اخي وايدين ما تشديوا هالمكان تدري الناس اللي تي ابو ظبي يو الكرنيش خذوا لفه ساره ما حد يدري بهالمكان لان دور ما داره على ما تشوفون هو ارتفاعه 5 ادوار ارتفاع دورين طال عمرك 3 ادوار 3 ادوار و6 ادوار تحت الارض مواقف. زين لكن دور ما داره شوفوا ها بناياتنا بنايات وكلها ابراج ناطحات سحاب فاللي خطف على الشوارع الرئيسيه ما يشوف هالتحفه المعماريه اللي مصروف عليها مليارات يعني ما بنقول ملايين مليارات مصروف على هالمبنى اللي غير نمون من ها كله من خشب سوليد من أرو هاي المبروكة ما شاء الله عليها هذه المبروكة وحين أبويه غداء ولا أنا مخاطي أبوي أخذت من هالحلاوة. شو اسمك أنت؟ أحمد. أحمد أقدع ناس أهلين. من أين من مصر؟ منصورة. إيش معنى عيونك مش خضر؟ هالمنصورة يقول عيونهم خضر؟ لا إحنا ده الأصليين من مصر الأصل. يا راجل خف علينا شكرا يا بتاع المنصورة سلم أبوي سلم على الجماعة اللي يشتغلون معه شكرا شكرا جزيلا مع السلامة. أحمد المطوع كيف حالك؟ خير الحمد لله. كيف أنت؟ طيب طالع. من دبي؟ من دبي نعم والله والنعم 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 عليك زوج محمد وين ساكنين في دبي؟ في جميرة طال عمرك. وين منهن؟ من الخامسة. ما شاء الله نعم ما شاء الله هذا زين جايين ابو ظبي عندكم شغل ولا تداوم ولا لا اداوم في ابو ظبي وجاي بعيالي جاي الاسبوع عندهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انبسطوا نعم مستاسي. وين بيتغدون اليوم هني في عازمينهم في بيتك عازمينهم انا زين زين قرب ويانا بيعيبك اكلهم ان شاء الله الاسبوع متى تغديت عندهم الخميس اللي خطف ما شاء الله طيب اكلهم في منتهى الروعه ما شاء الله بيوزلك وبتي مره مرتين كل شيء ابو ظبي يوزلنا طال يعنيك تسلم يعني وليدك هنيها؟ نعم موجود داخل فنان ولا؟ يرمس ورماس ولا بيقول بيخيل؟ لا بنتي ترمس بأصور لهم بابتنين أتولا تخلصت الحين الله يحفظكم أنا من محمد يوسف محمد رسول الله يبارك فيه وسولفنا ورمسنا واتفقنا على شو بنرمس شو بنتكلم وشو الأماكن اللي بقوم بزيارتها. السلام عليكم. لا ما بصور ثلاث حاتي بصور صغارية. سلام عليك خشمك كيف حالك؟ خير. كيف أنت؟ الحمد لله. تديت أبو ظبي قبل ولا أول مرة؟ ديتها. شو رأيك؟ زينة. زينة ولا زينة؟ زينة. أي صف؟ رابع. ما شاء الله عليك يا الله يحفظك يبارك فيك. أنا فرحان بصور لبنية قالت أمها لا لا تصورها ولا شيء تصور بس الا صور الولد الولد هو يصور من يومين باكر ولا البنيه لا خاطر يما يا صور مش ما طاعت. ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك. يقولوا لي اول نحسك الصبح ما بواضح حط السماعه حطينا البلوتوث قالوا ما بواضح حطينا هذا السبيكر مال التليفون البلوتوث بعد قالوا ما بواضح سماعه صغيرون قالوا ما بواضح قالوا ان رد ابوي على هذا غير هذا ما شي فايده الحين عاد العلم عند الله هل ان هذا في فايده ما في فايده شو تشوفون برجاء الافاده وخبرونا هل ان شيء اها خيار ولا كذاك امتحنا بعمارنا دميت كلني السمك غفيت كلني الطير صرنا شرق قالوا شرق غرب قالوا غرب ما باليد حيله بنشوف نحن اخرته ويا هالتليفون والله عين من الليداد من الغلايه ونه سعته ما ادري كم نص جيجا نص تيرا 500 جيجا ما ادري شو وانه مطور لين الحين نحن ما شفنا من ناره شراب بيني وبينكم الحين تو يوم جلست ارمسكم خبرتكم لا والله كان واضح واضح بعد في الواير هذه السماعه هاي من الواير بعيد اوضح عن البلوتوث كني ارم كني جالس وياي
كني جالس وياي حين يوم ارمس انا في التليفون توي سمعته رقم واحد والله ما شي شراته. المراد ابوي اقول كم شيء العرب ليون ليون بضبي كانوا يدورون جايين زياره اللي من شرق واللي من غرب اللي مختلف اقطار العالم يعني يقولون ابو محمد نحن نوصل ما نعرف وين ندق بروسنا ما نعرف وين نسير ما نعرف وين اني لهالاساس انا اجتمعت ويا يوسف ولد محمد رسول يعني الله يحفظه يوسف ولد محمد رسول من رجال احد شباب هالدار المواطنين اللي الله يبارك فيهم اللي مجتهد في التطوير وفي التجاره وفي الصناعه وفي صناعه البزنس وتطوير البزنس وتطوير كل ما هو مشرف وفيه خدمه لهالبلد والعمارهم خدمه العمال اول بادي للبلد والعمارهم ما مش غلط انك تنفع بلادك تستنفع هاي نعمه يبقى الحمد والشكر. المراد من الاشياء اللي عندهم اشياء وايده يا غير جليل اللي اعرف عنها انا اول مره اعرف ان الشركه اللي هي عندهم هي اللي تصمم واجهات حق ديور حق إيف سان لوران حق تسوي لهم الاثاث تسوي لهم المكاتب اول مره اعرف هالمعلومه ان هذا الشيء يظهر من هالمكتب يسوون واجهات لجميع الاماكن وش الفرق بين المنتج اللي يصنع في ايطاليا تحت اسم الشركه الفلانيه وينخذ تاخذه الشركه الفلانيه اللي هي مثلا شانيل ديور الفي كل الماركات هذه اللي هم مختصين بها يقومون تجهيز مكاتبهم ودور العرض وش العرض والشورومز اشياء وايده فهذا كله انا ما كنت ادري واكيد الناس وايده اللي ما تدري ومش غلط ان الادمي يستفيد ويعرف المعلومه ويشهرها لان شيء مشرف ان نحن نتكلم عن شخصيه مواطنه ولد شاب عنده ما شاء الله هالطموح كله ونافع امه لا اله الا الله تجاره بزنس مش غلط لكن انه يسوي بزنس يفيد ويستفيد اخير من غيره اللي يسوي بزنس بس يستفيد وما يفيد غيره يمزر بطنه وغيره يوعان يسوق لعمره وغير ما يعرف يسوق يعني من توصل عند رجل اعمال يفيد الناس طريقه التسويق بتجاره بيع بشترى هذا يدلك على حسن تربية وطيب مذهب وسلك وكرم الكرم يا جماعة الخير الكرم الشخص الكريم ما بضروري أسيله ويعطيني لا الكريم حتى بالمعاملة الكريم حتى بالكلمة الطيبة يقولون الأوليين يوم ما عندك عسل ريجك عسل يوم ما عندك عسل ريجك عسل إذا ما عندك تعطيني الكلمة الطيبة سد عن لك 600 عطية اللهم لك الحمد يا الله يا رب تحفظ عيالنا تحفظ عيالنا وعيال المسلمين أجمعين يا رب العالمين وتطول بعمار شيوخنا وحكامنا وولاة أمرنا ولا يغير علينا إلا إلى الأحسن وتحفظ أبوي الطلاب ولي عالجون ولي يتعالجون ولي يدرسون والمبتعثين وتعود المرضى وهم بخير وسهال ولابسين ثوب الصحة والعافية وتمن عليهم يا رب العالمين بعفوك ورضاك وتعودهم كل إنسان مغترب في خارج الدولة في علاج أو داخل الدولة في مستشفى أنك تمن عليه بالعفو والعافية وترزج كل إنسان يدور الذرية أنك ترزجه بالذرية الصالحة وتمن عليه تربيتهم وإنشاءهم المنشأ الصالح يا رب العالمين وتحفظ يا رب العالمين الشيخة فاطمة بنت مبارك أم محمد أم الشيوخ أم الإمارات في سراير غيبك وتطول بعمرها وتمد بأجلها لما تحب وترضى يا رب العالمين وتطرح البركة في ذريتها وذريتها من ذكور وإناث وتحفظ زوجات حكامنا
وزوجات أولياء العهود وكل شيوخنا الصغار والكبار يا رب العالمين، إنك تحفظهم وتوفجهم لما يسعد شعبنا في جميع أنحاء الدولة، ولما يسعد الشعوب كلها، لأن سعادة الشعوب بسعادة حكامها. يوم الشيخ وراضي ومبسوط، الشعب مبسوط، شيء خير من أن يكون معازيبك مبسوطين وفرحانين. شو تحصل أنت غير الأناسة؟ هي نعم تحرك صفو الشيخ ما يتعكر، يتعكر صفوه الشيخ المعزب، يتعكر صفه يوم يسمع واحد مسوي الشيء الفلاني في البلاد الفلاني وانت تنتمي الى هالدوله، ولا فلانه مسوي الشيء الفلاني في هاي الدوله، ولا داخل الدوله ولا خارجها. المعزب ما يفرحه الا يوم المواطن راعي داره او المقيم مسوي الشيء الزين، متقدم في دراسه، متنومس، ماخذ شاره، جايب رقم زين، متفوق في جامعته، ما جايب اختصاص ما حد هذا كله يسعد الشيخ. ويوم الشيخ يغدي مسرور، ابشروا بالمشاريع الزينه، ابشروا بالرواتب الزينه، ابشروا بالدخل الزين، تعدلت وضعيه الشيخ، رفعتم معنوياته، رب العالمين بيدهنه انه ينظر الى شعبه. هي نعم اذا ان اولي الامر مبسوطين وبالهم راي، والله يا وقت تتعدل الامور. ما تسمعوني يقولون لك يوم بتصير بترمس الشيخ، ها بتصير لو تشوفونه مغيض، اذا شفته مغيض ما صفد لك كار، لازم تصير للشيخ وهو مبتسم باش تعرف انه وضعه زين، بتخبره باللي في خاطرك، بتنقضي حيك، بتصير للشيخ وتوه اللي لك عاطلنا خبر يكدر الخاطر بيك الطوفان. لا لا الشيخ يتنقون الوقت الموالم، الشيخ له وقت للدخل تدخل عليه وترمس وياه، يوم تشوفه مبتسم تو ناس مرقادة تعطيه خبر ما يستوي، لا تو ضائد ما الله ما رديت طاطو 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 بركب مخفي. أنا أقولكم تشوف الشيخ يعني هذا الشيء ينطبق ما على الشيخ بس، على الشيخ والمدير، حتى مديرك في الشغل تشوفها مخها متشوش وما تشو، تعال رقني ولا زيد معاشي ولا طورني ولا عيني وظيفة أكبر. توا في مجلس إدارة متواقعين وصدعوا ديانة، وانت الحين تباه قايلين له مدراء أبوي خف من الموظفين، وانت جايب لأخوك وظفه، ما بيوظف أخوك، تريا توا مخلص الاجتماع توا قايلين لي لا توظف، الحين سائل اللي وظف اخوي، اصبر عليه الريال. انا ابوه حد من العرب مدحب، والله ما يايدون هالحاسيه. على فكره وصلت البيت. اي نعم وصلت البيت بحفظ الله ورعايته، بنرمس ويا بطاط. تعالوا بصور لكم اليوم غدا لحم تحوار، مسوي لحم تحوار مشواي رقم واحد. بارك الله فيكم، هذا العسل جاي لنا هديه من راس الخيمه، من راس الخيمه مصنع الرجال. جاي لنا طالت عماركم غرشتين سدر وغرشتين سمر من عند الاخ العزيز ناصر محمد الخاطري. شكرا يا اخ ناصر، مشكور وما قصرت على هالشيء الزين المميز، يسد لنا ظهر من راس الخيمه. يا الله يحفظ راس الخيمه ومن سكن فيها. العاده هذا غداي شوربه، هب شوربه، هذه شوربه، شوربه بروكلي، وهذا عاد حد يسمي فاصولي حد بازيلا ما اعرف شو. كل يوم قلنا لكم شيء شويونه الويميات. يلا تعالي تحينه، شو اسم عاده هذه مسويت لنا انت؟ زين صبري عاد فتحي قبل هذا. هاي بنتنا هدى من المغرب مسويت لنا هالشيء، هاي هدى من المغرب وعباره واحد من هذا البيت، وما شاء الله عليها كل يوم تسوي لنا شيء. هذا الحين هذا كل هذا اسمه بسكوت، ما شيء اسم معين حق شيء معين، هذا ما له اسم روح او هذا اسم روح. شو بسكوت، بس بسكوت هنزي، هذا بالشوكولا، هذا بال قولي، هذا بالمربى، هي شوكولاته والقرقع. شو قرقع؟ شو هذا؟ شو تقولون قرقع؟ الله العظيم.
هذا شو حين مسوتنا انت؟ سمك في الفرن. سمك في الفرن معمر. معمر اسمه معمر؟ لا هو معمر محشي داخل زيتون وحشوه كذا بطاطا. ايوه هذا بالطريقه المغربيه. ايه. وزيت زيتون زي شو عادي شو اسم الطبخه؟ سمك في الفرن. ايه ما لها اسم ثاني؟ السمك في الفرن مره يكون في الطاجين ومره يكون مقلي بس هذا في الفرن داخلينه الحين هذا ما في ما في دهن؟ لا في زيت زيتون بس في الحشوه. قولي والله والله. واسمه صينيه بالفرن؟ ايه ولا معمر؟ ترى هو سمك حق الفرن بس انا معمره حاطه في حشوه داخل. اه معمرتني يعني حاشيتني. ايوه وين الحشوه؟ يا سلام بارك الله فيك. شكرا شكرا متنا العزيزه هدى. وهذا الله يحفظكم غداينا عبارة عن شو؟ لام كاتلك ريش. إذا كان ريش شو؟ ريش حوار. ريش الحمة حوار. هاي جايينتني للحمة جايينني سنام وقطعوا أبوي هالبيت وخلوه على هيئة ريش. ها على ما تشوفون شي يسوى نوم العين. طالع الحمة روح يا أبوك والله يري حتى تضرب في خماك. لا صار ولا استوى. الحين ما عاد نربيكم. ها شوف انت قال لحمته هاي الحمة الحوار. إذا بيتقطع بهالطريقة وبينشي بهالطريقة العيال بيشتهون ياكلون، لكن يوم بتحطون كل حزة هلمته وكل قطعة كبر راسك وين بيشتهون ياكلون العيال؟ ها شو ايش قال غدي؟ ها تعرف ها طعم ما زي لحمته؟ ها طعم والله يا ابوكم هاتي بالعافية. ها بسم الله الرحمن الرحيم. حار والله والله انه غير منها. يتفتت كله على البخار مخدوم هذا، لا دخل فيه زيت، لا دخل فيه همك الله، لا هم يحزنون. اللهم ادمها النعمه حطها من الزوال. انزين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. ابوي منيت انا الحين اكثر من نص ساعه والريال هذا ميلس هناك عنده. ولا ياني ولا درابي ولا حبني ولا قال لي سلام عليك يا اخوي العود ولا قال لي اي كلمه. ما ادري شو مشكلته هالادمي. بعض الاحيان يستوي رقم واحد وبعض الاحيان يستوي رقم صفر. رقم صفر يا غدي رقم صفر. ليش يعني ليش شو عتي؟ توبه 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 ولا تباني يزعل عليك؟ ليش تبان ما تباني يزعل؟ ليش ما جيت تحبني اليوم؟ ليش ما قلت لي سلام عليكم؟ بابا قال انزين ليش ما جيت من اول ما جيت؟ ليش جالس عني هناك؟ انت وين سمعت؟ وين سمعت؟ ما تسمعني؟ سمعتني ولا ما سمعتني؟ دريت اني جيت ولا ما دريت؟ ليش تميت جالس هناك؟ هذا على ما قرع الوصف شك 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 يم سليمان شك 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 صلوح زعلان شك 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 حد الحقله عم يقطف خوخ ورمان. يلا عد عاد قول شراتي حين لا تعرف شك 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 يم سليمان زمان شك 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 صلوح زعلان بعد وشك شك شك حد الحقله على كريم عم يقطف خوخ ورمان نعمي. وصف مال وين هذا؟ وصف هاي الجعيته على كريم جعيته ما تعرف جعيته وين؟ جعيته واحد في لبنان ايه ها على كريم الله كريم صراحة ابوي نحن ما قلنا غير الله كريم ونحن ندري ان الله كريم. الله يعجبك ان شاء الله. هذا العوق هذا العوق هذا العوق هذا العوق سيرة دبي. من متى اسبوع الاخ طاف ما صرت دبي؟ لا احلف لا قبل لا انسانس ها؟ انسانس ليلة بس ليلة بتبات يعني؟ ايه لا 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 شو بيت لا تسير تغدى ولا تعشى وترد البيت لا ما تبات حبيبي كيف تبات حبيبي تخلينا نحن روحنا لا لا تبات حبيبي علي يلا ما شي مشكلة بنتشاور صراحة ويا الجماعة رخصوك قالوا براي بنقول براي وما رخصوك ما باليد حين الحين انت ليش ساير ليش توك جاي شو امس ها امس انت توك جاي الحين خلص وي انا شو يعني بس انا بتصير انتوا ساعرين الحين وين بيصيرون يلا يحفظك باشر بس اجوك
باكر بتريق عندي؟ انت حياك الله. يلا شكرا. شو عيال؟ جني 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 هي استوى خبلت به. هذا الدريول الحين رقم ثلاثة. اثنين جلط التم وهذا الله اعلم. واي روح بابا باكر انا روحي. يلا يلا على السلامة. توني عنبره عنبره وعنبره وطي كريستي المكروهه. إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله اليوم بحاول أعد عليكم موضوع شيء باختصار. لو يكون الموضوع مختصر صغيروني أنا اللي سما طمطت مطميط ما يطيع غادي يخلص. غادي سمعتوا لي السالفة غادي طويلة والهذيل هذا عندي أنا عادة. قبل شوي حطيت لكم صور هاي لحمة السنام جايتنا من عند أم أحمد من المشرف الله يحفظها. جايتنا حبرة سنام كاملة سنام كبرة أخير ما في الحوار في الحاشي المراد عادة يقطعونه ولا يقطعونه كالعادة يعني حزز لكن نحن جتنا الفكرة محمد وقطعته شرات الريش وفرزنا وحن بين يوم والثاني نظهر لنا قطعتين ثلاث ونسوي شوية النور والله يبوكم لأن ما تحلون عليه أكل من زينة لذيذ بالأخص إذا تفرزن ودخل في الفروزن بطريقة صحيحة بدون غسل بدمه يعني يتقطع ويتعدل ويتحط ينحط بدمه ما ينغسل اللحم قبل ما ينحط في الفريزر فلذلك تلقطه يوم بيظهر بعد من الفريزر أظهروه ما ودنوه بماء تودين اللحم ولا الدياي ولا السمك بماء هذا مرة ما بعدل فهي الطريقة مش صحية لازم اللي بيفرزن بهالطريقة والله لذيذ لك إذا تسوي حزاز كبار ودلاقم وما أدري كيف يغدي عادي يعني لكن شيء أكثر ترى العين تاكل العين تاكل تراها العين ترغب بالمنظر الجميل الشيء الكريسبي المحمش على ما قالوا هالكويت الشيء اللي تحس به يتخرفش يوم تاكله في شوية حمرة لون حمار على الحمو وعلى العظيم يغدي شهي انما بتاكل شيء ابيض مبحلق يبوك ماي انك اللي مبحلق مبحلق كان ريال ولا حرمه ولا اكل ولا لبس اي شيء مبحلق ما ينشهى والله يبوكم يا اللي مبحلق ما ترغب فيه العين كل شيء مبحلق ما ابغاه الله المستعان يلا اي تعال الحين صلاه بسير الجو صوروا لاي درجه يوم اي الجو ولد شيء عالم يعني أتنومس يوم أشوف العالم هالنمونة يعني ما تلقط ولا جهاز فاضي كل هالأجهزة لين عين يعني خلق الله ما خلق ما تلقط مكان حتى وين تمشي هذا يعطيك دافع للتمرين ويعطيك نشاط ويعطيك طاقة إيجابية أنك تشوف العالم كلها متشبثة في الحياة وتبى تتمرن وتبى تعيش وتغدي بخير وسهالة كم أنا سعيد بالمنظر هذا كم أنا ينتابني سرور يوم أشوف عالم ما بلّت اللي في مول في قهوة في شيشة في نوي بسيايير لا شيء جميل أنك تشوف ما شاء الله شباب ديالنا في الأماكن اللي تستفيد منها فيها فايدة من ميارس من مكاتب من ميارس محاضرات من مجالس علم مجالس رياضية أندية ما بكله تكسير دوب تضيع وقتك في شيء ماله مردود ماله مردود لا ذهني ولا جسمي ولا تستفيد إلا بس لما تضيع بيزات وتضيع وقت هذه حق الغالي الحبيب أبو محمد
خالد الخالدي، احنا في تركيا وتمنيناك ويانا، احنا في ارتكوي قاعدين نشرب هالسحلة الحار الحين، بعد شوي بروح نتعشى. سلام الامر في المكان ناقصك يا ابو محمد، الله يحفظك ان شاء الله ويسلمك. سلامي لكل متابعينك.